منين حضرتك؟ عزمونة. ايه المشكلة؟ شايف المنظر حضرتك بالزبالة دي؟ المشكلة ان موجود الزبالة ومحدش بيشيل زبالة وسايبين الزبالة كده وبيرموها والارض في نص الطريق. الترعة دي بتروي، الترعة دي بتروي فين؟ هي دي ماسكة لحد الجيزة كده، بتروي الزراعة كلها. طب ودور المجلس المحلي هنا ايه؟ المجلس المحلي ما عملها، انا مش شايف حاجة. هو المسؤول، المسؤول عن الموضوع ده ايه في القرية؟ المفروض المجلس المحلي. تمام؟ يعني قدمتوا فيه شكاوي طيب ولا قدمتوا شكاوي بموضوع الزبالة ده وغيره؟ يعني ما قدمناش حقيقي، بس المهم دلوقتي بنتكلم يعني. هو شاف المنظر ده؟ هو شاف المنظر ده؟ هو أكيد بيشوف المنظر ده. هو المجلس مش ورايا ولما بيجي يشيل بيصور هو بالتليفون. كمان؟ اه. يعني بدون يعني هو لما بيجي يشيل بيصور بالتليفون. رضا محمد. أيوة يا عم رضا. ايه المشكلة؟ المشكلة انت منين اولا؟ انا من هنا من العزب المصغر. تمام، ايه المشكلة؟ ايه المنظر اللي انت شايفه قدامك ده؟ المنظر اول اللي شايفه ده اهوت الزبالة ديت مبركات. كل يوم هم شايفينهم وكل من بتوع المجلس المحلي وكله شايف. ولا حد ساق. قدام عينه صرف صحي. صرف صحي وكله بلاوي. مش الارض دي، مش الترعة دي بتروي الارض الزراعية؟ بتروي الزراعة الزراعية. مفيش حد المسؤول مستجيب على المنظر ده. ولا حد منا يسمع ومنا يسمع. اسمي فضل احمد من العزبة مسغول. ايه المشكله اللي بتعانوا مننا المنظر ده؟ المشكله في الزباله اللي بتترمي على قدام القطر ده. وبعدين بتشتكي منها من المرض اللي احنا بنشوفه فعلا. مش ده يسبب لك امراض وكده؟ امراض وكل حاجه، كل امراض اللي في الجسم كله. ايه هتيجي والاطفال؟ طب مش الاطفال بتلعب هنا؟ والريحه كمان في الشمس دي، كمان الريحه محدش يطيقها. طلبت اللي هم مسؤول المحليات القريه؟ طلبنا المجلس، محدش بيسال. انت توفر لكم ايه طيب؟ محدش بيسال، المسؤولين محدش بيسال. على يعني هم شايفين الزباله دي؟ شايفين الزباله وتحت هنا في المنزل برضه اهو انت طالع. طيب يعني ومفيش صناديق زباله؟ مفيش صناديق ولا حد بيعمل حاجه زي كده.